ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ هذا إذا خفي الأمر ويضيع الحق، وأنت عندك شهادة تشهد لو ما طلب منك لئلا يضيع الحق. لكن المسألة الأولى في شهود غيرك، لماذا تروح أنت وهو ما طلب منك والشهود فيه شهود غيرك ولا يخشى على ضياع الحق؟ نعم.